الحمد لله على السلامة يا فندم، الحمد لله على السلامة. الفشل الأمني موجود لأنه بعد حادثة طائرة روسية وإجراءات السلامة وتأكيدات وزير الداخلية إنه الموضوع تطور وإن هم بيتبعوا أحدث أساليب النظم العالمية في تأمين المطارات وقدوم خبراء من الخارج من أوروبا وأمريكا لضبط إيقاع العمل الأمني في المطارات المصرية، لأن كل دوت ذهب أدراج الرياح وراكب عادي جدا جدا لا يحمل أي أسلحة خالص خطف طيارة وهدد بأن هو معاه حزام ناسف. فبالتأكيد أنا ما أعرفش هو لازم هؤلاء اللي بيدعوا إن هم الأمن عندنا في المطارات قوي جدا إن راجل بحاجة بسيطة جدا لا يحمل لا متفجرات ولا أسلحة ورغم وجود الأجهزة اللي موجودة في المطار في رحلة داخلية عادية جدا جدا المفروض يتوفر فيها أبسط إجراءات الأمن والسلامة يطلع يخطف طيارة ويتجه بها إلى قبرص. بالنسبة للطيارة اللي اتخطفت ده يعني شيء غير متوقع بالمرة، ولا هو مسلح ولا هو معاه سلاح، حتى لو معاه سلاح دخلت المطار ازاي؟ ولو حزام برضه ناسف دخل المطار ازاي؟ هي دي هتبقى سمعة على فكرة، سمعة دولية وآراء دول وآراء منظمات حقوق. احنا بنسمع بنقول ان هو عايز يشوف طليقته، لا عايز يشوف، والناس بتقول وقع عليه ظلم من دول تانية بتقول وقع عليه ظلم، احنا عايزين نشوف التفاصيل. فهي دي سمعة بلد لسه خلصانين او لسه منتهيين من ازمة الطيارة الروسية اللي انفجرت. فدي مشكلة لبلدنا ان يكون واحد مثلا من مصر ومواطن ويعمل كده ويخلي او يجبر طاقم الطيارة انه يروح بلد تانية. والله اللي سمعته باخر حاجة اللي هو يعني مشاكل اسرية، بس هل مشاكل اسريه يخطف طياره بركبها؟ فين الامن؟ واصله لك؟ فين الامن؟ المفروض يعني على اخر حاجه احنا سمعناها في قوانين الطيارات ان او قوانين المطارات يعني ان بيكون في فرض امن على كل طياره من ساعه احداث سبتمبر 2011 معايا؟ فانت فين هنا؟ انا حزنت اشد الحزن. ليه؟ اذا كان داخل باسلحه ففي ضعف الرقابه في المطار، ازاي مثلا واحد زي ده فين اجهزه الرقابه؟ وبعدين لا نامن على مالنا ولا على حياتنا، فما ينفعش الكلام ده. وبعدين صورتنا ده تبقى ايه في الداخل وفي الخارج، وهيأثر علينا في السياحه وهيأثر على المستثمرين، فالكلام ده ما ينفعش. لازم احنا مطالبين بالعمل الجاد في جميع المصالح في الدوله والهيئات، عمل جاد وعمل جيد، ونراقب الله احتراما لله واحتراما لانفسنا واحتراما لمصالحنا، الكلام ده ما ينفعش. اولا قرار عزل المستشار هشام جنينه مش موافق صحيح القانون اطلاقا، لان لا يملك عزله على الاطلاق الا بعد مضي مدته على الاطلاق. المفروض يعني واحد زي المستشار هشام جنينه كان يتحرى الدقه شويه، لان القرارات اللي طالعه يعني بيقول لك غلطه العالم بألف غلطه، فهو القرارات اللي هو تسرع فيها، هو كان المفروض الناس البطانه بتاعته تديله ارقام صحيحه عشان ما يعملش قلق وتوتر في الاجهزه الحكوميه بحالها. وبعدين هو القرار جه بصراحه في وقته، لان العمليه كانت بتتدهور وكويس انها اتمسكت من دلوقتي. اكيد طبعا ده قرار غير دستوري. اولا ما ينفعش، لان جهاز المركزي للمحاسبه جهه سياديه ما ينفعش يتعزل زيه. يعني اولا هو كشف قضايا فساد كتيره موجوده في الدوله الوقت ده بالذات تحديدا، ازاي يتعزل فيه وليه؟ علامات استفهام كتير، يعني ما فيش اي اسباب اتقدمت للراي العام ليه عزلنا المستشار هشام جنين. اكيد طبعا اي حد مركز في الوضع اللي موجود في البلد يعرف الراجل ده كشف قضايا فساد كتيره، وبالتالي جزاؤه ان هو يتعزل. والله يعني كونه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ده مكان يعني حساس في البلد، فاي مسؤول يكون له منصب حساس زي كده المفروض ما يطلقش اي تصريحات بمعلومات الا يعني يكون متاكد منها وبمستندات، واصلا المفروض ما يصرحش باي معلومات لاي جهه ان كانت، لان ده مسؤول مكان حساس. فهو
يعني أدلب معلومات النيابة هتكشف الحقيقة، هتوضح لنا الحقيقة إذا كان هو يعني في أخطاء أو غير أخطاء. لكن على الأعم، على الأعم كمسؤول جهاز مركزي للمحاسبات يقع تحت طائلة القانون إذا أدلى بأي معلومات فيها شبهة خاطئة يعني تؤدي إلى مساس بأمن البلد ومساس يعني إساءة جهات معينة، لأن هو صرح بأن في 600 مليار نتيجة لتكلفة الفساد في وزارات سيادية. فما ينفعش هذا التصريح من يعني مسؤول أكبر جهاز محاسبي في البلد. لا طبعا أنا مش مع قرار عزل هشام جنينة، لأن ده راجل محترم جدا وتاريخه مشرف، ومفروض قبل عزله مفروض مجلس النواب هو اللي يحقق معاه ويبقى التحقيق يعني علني أو في شفافية، لأن الراجل أصلا دي تاريخ مشرف. ما يجيش أنا بقى ده قرار سياسي وأنا مش مع عزله ولا مع السيسي إنه يعزله بأي حق وبأي صفة. يعني عزل المستشار هشام جنينة ده عزل لكل المبادئ، يعني مش عشان انا قلت ان في فساد في جهات سياديه في الدوله يبقى ده ان انا اتشال. بدل ما اتشال طب ما تحقق انت في الفساد اللي انا قلت عليه. بعدين المستشار هشام جنة جاب تقرير طويل وقال في فساد 600 مليار. يا سيدي انا معاك ان الفساد ال 600 مليار دول المستشار هشام جنة اخواني وكذاب والرقم ده مش صحيح. طب اللجنه اللي اتشكلت من الرئيس السيسي شكلها ما قالتش ليه الرقم الحقيقي للفساد؟ ثانيا ما اظهروش ليه مين الفسده؟ ما حسبوش الفساد اللي هم اللجنه الرئيس السيسي شكلها. طلعت اكيد في فساد، رقم فساد 10 جنيه فساد، مش 600 مليار فساد، 10 جنيه فساد. طب ما جابوش الفساد ده ليه؟ ما حسبوش ليه؟ وما اعلنوش ليه الرقم الحقيقي؟ وما حسبوش الفاسدين دول ليه؟ انا من رايي قرار اكلت المستشار هشام جنينة مش اقاله، هي اطاحه او عزل للمبادئ والعرف اللي احنا نسيناه، مش اللي موجود، لا اللي قال العرف والمبادئ اللي احنا نسيناها اصلا. يعني كل واحد هيطلع هيقول في فساد في مصلحه حكوميه معينه هيتشال، لا ما خلاص كل واحد يفسد بقى. لان انا نفسي لو مسؤول وشايف بعد ما عايز المستشار هشام جنينة اما اجي مشوله لو شفت فساد قدامي انا هزود الفساد كمان عشان احافظ على مكان، مش عايز امشي، انا عايز اكل عيش. انا بقول لو في تسديد لاحتياجات المواطنين مش هطلب معاهم مطالب قوية، لان احنا مجتمع كلنا مصريين متشابهين. لكن مثلا المدبسين عايزين ايديهم مليون مطالب وتفر اي كان، كل واحد له مطلب. فطبعا بتعمل وقفه. الاسر سمع مؤخرا ضباط البيوت عايزين يعملوا مشكله عشان موضوع التعليم ومشاكله. فبالتالي انا بشوف المفروض انه في الموقع المسؤوليه يطرح يسدد احتياجات المحيط اللي حواليه. اظن شايف النقطه الفوائيه، لكن مش غلط الواحد يعبر عن رايه. انا مش ضد الموضوع بالعكس، لكن كفانا تضييع وقت. يعني ما ده بيضيع وقت، مضيعه للوقت. يعني انا نعمل نحفز الناس ونجمعهم مدعي، لكن فعلا الموضوع بيتحل من فوق عايزين هتبقى اسهل حالا. يعني معاه في حاجات وضدها في حاجات. يعني زادت في حبه زادت زياده عن اللزوم في حبه حاجات، ان هي بقت اي حد مضايقاه حاجه حتى لو بسيطه او تافهه بينزل يعمل عليها زهره وقلبان. انما انا مع الفكره دي عموما، يعني عشان في فئات من الشعب ابتدت تحس لاول مره ان بقى ليها حق انها تعبر. انا معاها طبعا ان هي تزيد، ان كل واحد المفروض يبقى عايش من ياخد حقوقه في مصر زي ما هم عايشين بره واخدين حقوقهم. حاجه زي كده طبعا انا معاها، بس برضه يبقى في احترام. لو في مثلا هيطالبوا بحاجه او مثلا في وقفه ولا حاجه يبقى في احترام، في تنظيم. يعني بره مصر لما في مثلا في نازلين عشان طلب عشان حاجه بيبقى في تنظيم، في ميعاد نازلين فيه وفي اماكن بيقف فيها مخصوصه. هو طالما في احترام في التظاهر في حاجه زي كده انا معاها جدا. مع المطالب الفئويه المتاحه، انما المطالب الفئويه اللي غير متاحه فما ينفعش طبعا. ما حدش هيقوم يعني يصرخ الا ما اكيد في الم فيه. فالمفترض ان انا ابقى الدكتور وابقى الاب وابقى المعالج وابقى المداوي.